بالنسبه للاخبار اللي بدات تسيركولي دابا باللي انا وصوفيا حيدنا لي بوست داكشي وصافي حبسنا، درت هاد ستوري هادي باش نكونفيرمي ليكم باللي راه بصح. نورمالمون فاش يكونوا شي جوج مع بعضياتهم ما حد الوقت كيدوز وما حدهم بجوج كيديفلوباو في بزاف ديال الحوايج، عقلهم كيبقى يتبدل وتيخص ليكم تحاولوا ديما يتبدلوا مع بعضياتهم. وبعض المرات كاينين دي شونجمون اللي راه كيبقاو يطراو في كل واحد اللي ما تيكونوش بحال الشونجمون اللي كيطراو في الاخر، ومالوغوزمون هادشي هذا اللي راه طرا لينا حنا. كانوا شي حوايج اللي ما قديناش نتفاهموا عليهم وصافي، كان احسن ديسيزيون هو انه صافي تحبس القضيه هنايا، واخا ما كانتش هذه هي البلان كاع، ما كانتش هذه هي النيه كاع. ما شفت من هذيك البنت غير الخير، كنظن بلي راه حتى هي ما شافت مني غير الخير، ما درت لها حتى شي حاجه خيبه، ما دارت لي حتى هي حتى شي حاجه خيبه. كانوا دي شونجمون في القناعات اللي صافي ما قديناش عليهم بجوج، دونك شفنا بلي احسن قرار كان ممكن ان ناخذه هو نحبس. علاقتي بديك البنت كانت واعره بزاف، للاسف كيطراو شي حوايج بحال ما هكا، والحياه من بعدها تستمر، تيخصك تاكسبتيهم وتعرف بلي راه هادشي هذا تيقدر انه يوقع وتتموفيهم. ايوا هذا ما كان، نتمنى لها كل خير، نتمنى لها النجاح في حياتها. الاحترام غادي يبقى مني ديما، افور ذا مومنت الواحد يرجع للحياه الطبيعيه ديالو ويموفي.